مشاهدينا، كنا طرحنا عليكم سؤال نشرتنا بالأمس، وهو من هو المدير الأنسب لتولي قيادة الزمالك خلفا لمؤمن سليمان؟ وجلنا بعض التعليقات على صفحتنا النهار رياضة على الفيسبوك، وأبرزها هم: محمد إبراهيم بيقول الزمالك محتاج مدرب أجنبي يكون عنده شخصية قوية، لو مصري يبقى الأسطورة حسام حسن، غير كده يبقى مؤمن سليمان يكمل مشواره لآخر الموسم. ده وجهة نظري، وشكرا ليك يا فرح والبرنامجك الأكثر من رائع. شكرا يا محمد. كمان في إبراهيم بيقول أتمنى من يقود الزمالك حسام حسن وإسماعيل يوسف ومحمد صلاح ورودريجو والدكتور أيمن زين، لن نتخلى عنهم فهم عصب النادي في حالة تمرد أي مدرب على اللاعبين. في كمان عبد الرحمن بيقول أتمنى من يقود الزمالك حسام حسن وإسماعيل يوسف ومحمد صلاح. في كمان محمود إبراهيم بيقول من وجهة نظري التي لا قيمة لها الأنسب هو كابتن حسام حسن أو الكابتن أحمد حسام ميدو، واحد من الاثنين. في كمان تعليق من سيكا بيقول أول مرة أشوف حد يكسب ويستقيل، لكن كابتن مؤمن ليه فكر، لكن أرجع أقول الزمالك كبير قوي. سعد عمر بيقول أنا برشح من وجهة نظري طارق يحيى، وشكرا ليك يا فرح والبرنامجك المحترم الرائع. شكرا يا سعد. العميد محمود إبراهيم بيقول حسام حسن بس صعب يسيب المصري، هو ينفع يبقى موجود في المصري والزمالك في نفس الوقت؟ شكرا ليك. في السيد عبد المحسن بيقول والله مؤمن كويس جدا يا جماعة، لعب مع أكبر الأندية وأحسن المدربين وفاز عليهم، بصراحة هو الأنسب للمرحلة دي في عودة المصابين. في كمان أحمد سلامة بيقول الأنسب هو فييرا، ده رقم واحد لأنه مشي من سموحة وهم مشوه، مش عارف من بعد كده كابتن حسام حسن أو كابتن أحمد حسام ميدو. مشاهدينا، وصلنا معاكم لسؤال نشرتنا اليوم، وهو هل تؤيد رحيل الغاني جون أنطوي عن الأهلي في يناير المقبل؟ هنستنى تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك النهار رياضة. والآن إلى تذكرة بأهم وأبرز العناوين.